طيب الوقت المفضل لرمي جمرة العقبة اللي هي ديال 10 ذي الحجة نهار العيد، الوقت المفضل فعلا هو ما قبل الزوال، يعني من الضحى حتى الظهر. لكن معروف ومشهور بأن هذا الوقت خطير بالزحام، راه 4 مليون ديال الحجاج هادي، وما هي إلا حفرة تجمع عليها 4 مليون، شي كيقتل شي، هنا كيموتوا الناس بالزحام. ولذلك أنا إلا لقيت الزحام شديد ما نرمي شي في الضحى ولا قبل الظهر، سير في حالك حتى تصلي الظهر واجي. إلا صليت الظهر وجيت لهذه الجمرة هذه ما تلقى فيها حتى واحد، كنقول حتى واحد بالمبالغة، يعني 5 6 7 الناس ما تلقى شي زحام قطعا، لأن كل شيء خصو يرميها في الضحى. وفعلا كتوقع المشاكل، لأن كل شيء بغى الوقت ديال السنة. هذا الوقت السنة إلا ولات فيه الموت كيولي بدعة، كيبقى شي سنة وخطير فعلا، لأنه من التحت، أنا قلت لكم فيها التحت وفيها الفوق. التحت كيتخنقوا الناس لانه مغطيه بقنطره، وهادي لا فلافر، هادوك فلافر ما كيبقاو ياكلوا والو، هادو الملايين هادو ديال بنادم كيتخنقوا الناس. من الفوق واحد الوضعيه اخطر من التحت، لان شنو هو الفوق؟ الفوق عباره عن قنطره، وديك القنطره فيها واحد السور صغير بالزحام، الله يستر بنادم كيتهز ويطيح من السور ليه، عداد كيوقع لهم هاد المشكل هذا. ولذلك بنادم يخرج من اللي تجيو من 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 مزدلفه صباح 10، حنا جايين من مزدلفه صباح 10، ندخلوا لمينا غير نشوف الحاله ديال الجمرات في هذاك الزحام الكبير، نمشي للخيمه ديالي ارتاح. يحطوك في الخيمه ديالك، فيها الظل، فيها الكليماتيزور، مكيف الهواء، وارتاح مع راسك الضحى كله النهار كله حتى تصلي الظهر. ممكن دير واحد الحل، هو ان واحد يبدا يمشي يطل مره ما يوصلش، غير يشوف من بعد شافها خفافتي عيط على الجماعه، ما خففت شيء بقاو تما في الخيمه حتى تصليوا الظهر. صلي الظهر وسير ليها باذن الله تلقى خفيفه جدا. عندك العشيه من بعد العصر ايضا، عندك الليل ايضا، يعني اللي عنده شي عذر عنده حتى الليل. الليل ايضا، الليل بالقطع لن تجد فيها احدا البتة. ولذلك واحد العداد ديال الناس كيجيبوا عيالاتهم حتى العشيه، ما خصو شيء يتزاحم مع شي حد ولا يدفعوا شي حد ولا يدفع هو شي حد، حتى العشيه برد الحال هذا هو جاي وكيرجمها. ومشروع، وهذا تقريبا يكاد يكون اتفاق العلماء قديما وحديثا، حيث يكون الزحام وحيث تكون الضروره، وشرع الله واسع، ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.